نحو مليون إسرائيلي من أصول مغربية يعيشون في إسرائيل، هذا ما تشير إليه إحصائيات إسرائيلية. فاليهود المغاربة شكلوا ما يزيد على ثلث اليهود القادمين إلى إسرائيل من الدول العربية، لذا باتوا اسما مرادفا لليهود الشرقيين، ولعبوا دورا محوريا في الحياة العامة في إسرائيل دينيا وثقافيا وسياسيا وفي مختلف الساحات. في إسرائيل أكثر من مليون نسمة من المواليد ومن الأصول المغربية يعيشون هنا في إسرائيل منذ السنوات الخمسينات، وهم يحتلون مناصب هامة في جميع مرافق الحياة، سواء في الوزارات، في المؤسسات العامة، في الصناعة، في الجيش، وفي جميع مرافق الحياة ممكن أن نقول. هذا الدور المهم ليهود المغرب في إسرائيل، وعلاقتهم التي لم تنقطع بوطنهم الأم المغرب، يعتبر أحد أهم الأسباب وراء الاهتمام الإسرائيلي بعلاقات طبيعية مع المغرب، علاقات تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوثيقها عبر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب. دولة إسرائيل تولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة التي نقوم بها إلى المغرب. الجانبان يعملان على توطيد العلاقات بين الحكومتين وبين الشعبين. هذه الزيارة لوزير الخارجية يائير لابيد إلى المغرب هي زيارة تاريخية، نحن نولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، ومع الجانب المغربي نحن سنعمل على توطيد العلاقات وبناء العلاقات في كافة المجالات. وتشير معطيات إسرائيلية إلى أن نحو 50,000 إسرائيلي جلهم من أصول مغربية يزورون المغرب سنويا، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مع توثيق العلاقات وإطلاق حركة طيران مباشرة بين البلدين. اليهود المغاربة حلقة وصل مهمة بين المغرب وإسرائيل، فهؤلاء غادروا المغرب لكنه لم يغادرهم، وتوثيق العلاقات بين إسرائيل والمغرب يرى فيه هؤلاء فرصة لتوثيق علاقتهم بوطنهم الأم. نضال كنعاني، سكاي نيوز عربية، القدس.